أعتقد أنه هو الاتجاه إلى قمة شرم الشيخ. كان الحديث عن الخطر وعلى التحديات، الكل يعلم الخطر اللي يحدث، كلنا نشاهد ذوبان الأخطاب، كلنا نعرف الموضوع توسع الصحراء الصحاري، كلنا نعرف الارتفاع الحرارة. يعني جرس الإنذار تم طرقه على مدى عقود والناس استوعبته. الآن علينا أن نتحول إلى التنفيذ، علينا أن نتحول إلى وضع مبادرات للتعامل مع المشكلة. الكل يدرك المشكلة والكل يدرك أهمية معالجتها، ما يحتاج نسمع الكلام هذا، نحتاج إلى مبادرات لإيجاد من أجل إيجاد حلول لهذه التحديات. في المملكة أكثر من 60 مبادرة تعني بموضوع البيئة وموضوع المناخ، سواء كانت موضوع التشجير مبادرة السعودية الخضراء، سواء كان بيتعلق بخلق مناطق محمية تغطي على 30% من أراضي المملكة، مناطق محمية على البحار التابعة للمملكة توصل إلى 20% عندما تكتمل، فيما يتعلق بالحياة الفطرية، فيما يتعلق بإنتاج وصناعة الهيدروجين الأخضر، فيما يتعلق بتحويل النفايا إلى طاقة، وغيرها من المبادرات العديدة من أجل المساهمة لتحسين المناخ وتحسين البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي. فيما يتعلق بمبادرة السعودية الخضراء، هناك دراسات عديدة تم إكمالها، هناك مشاريع بالنسبة للتشجير تم وضعها، هناك أشجار تم زراعتها وغيرها من النباتات. الهدف من وراها أنه تقليص الكربون وتعزيز الإنتاج الأكسجين لكي تصبح المملكة لتوصل المملكة للحياد الصفر التي تسعى إليه.